وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والصحفي قصي البغدادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ قصي. بداية، ما هي آخر التطورات في بغداد مساء اليوم بعد الهجوم الذي شنته القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين في ساحة الخلاني والذي أدى إلى إصابة عدد منهم؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. مساء الخيرات. أحب أن أنوه على قضية مهمة، وهي لأن الهجوم الذي حصل اليوم ومنذ أن افتتحت قوات مكافحة الشعب وليس مكافحة الشغب الجسر السنك وتناسة التضحيات التي والدماء التي أريقت على هذا الجسر، وأيضا تناسة آمال الشباب وتطلعاتهم، هذه الحوادث التي حصلت اليوم هي حوادث عفوا إجراءات قمعية ممنهجة تقوم بها السلطة تزامنا مع أناس يتبعون سياسة القمع من خارج القطر ويتناغمون في المواقف لكي يقضوا على هذه التظاهرات التي أرعبت السلطة وأرعبت سياسي السلطة وأحزابها، وأوصلت إليهم رسالة مفادها بأن أيامكم معدودة وأيامكم قليلة ولن تقف عجلة التغيير ولن يقف أي شيء أمام هذا الشباب الثائر الذي لا يحمل عقد الماضي ولا له ميول إلى جانب طائفي أو عرقي أو إثني سوى حب العراق، وأرادوا وطن وأرادوا أن يتغير واقع العراق من السيء إلى أفضل، وهذا الكلام يجب أن يصل إلى الجميع ويجب أن يعيه ويفهمه الساسة بأن الشباب مستمرون مهما أوغلت آلة القمع في قمع الشباب فإنهم سيزدادون إصرارا وعزيمة. طيب، اليوم هناك تظاهرات حاشدة للنساء العراقيات في العاصمة بغداد والبصرة وغيرها من المحافظات، ما هو تعليقكم على تزايد ردود الفعل الشعبية بشأن التحدي النسوة لحملات الإساءة لنساء ثورة تشرين؟ أخي العزيز، ما قام به مقتدى الصدر بعد أن سقط هذا القناع، قناع مقتدى الصدر، وماذا يمثل مقتدى الصدر؟ بأنه جندي يشتغل إلى إيران وإلى نظام الملال في إيران. نحب أن نوجه له رسالة من منبر الرافدين بأن المرأة العراقية عمرها 7000 سنة وأكثر، هذه المرأة هي مهد الحضارات، هذه المرأة هي تاريخ، هذه المرأة لا يأتي إلينا مقتدى الصدر ويتطاول على شرف العراقية، هذه العراقية التي هي منارا لنساء العالم، فيأتي مقتدى الصدر ويتفوه بتغريدات وهو قابع في إيران ويتكلم عن الشرف ويتكلم عن الوطنية، وأحب أن أقول له بأن فاقد الشيء لا يعطيه، أنت فاقد لكل المقومات، مقومات الشرف ومقومات الوطنية، فأنت تتهم العراقيات، واليوم خرجت مظاهرة هزيلة بعد أن دعا لها. أحب أن أنوه على معلومة إلى قناتكم بأن النساء القليلات التي خرجن في مظاهرة التيار الصدري، تعرف هذه النساء أتوا بهن من العشوائيات، أعطوهم أموال مقابل الخروج في التظاهرات، فرق بأن تخرج الطالبات العراقيات وتخرج النساء العراقيات بمختلف الشرائح والمكونات، تخرج لدعوة من قبل الشباب الثائر على مواقع التواصل الاجتماعي، فرق بأن بنساء العراق اللواتي يلبن نداء العراق، وفرق بين شخص يذهب هو وأتباعه إلى أماكن العشوائيات، إلى الناس المعوزين يعطونهم أموال، يعطوهم أموال في سبيل الخروج، في سبيل أن يداري على هذه الفضيحة، لكن له قناعه سقط وانكشف التوجه وانكشفت الأيديولوجية التي يستخدمها مقتدى الصدر في العراق. مقتدى الصدر يعمل ضمن نطاق ممنهج، كان هو ركوب الموجة، بعد أن فشل هذا السيناريو بدأوا بالقمع عن طريق القبعات الزرق، وبعد ذلك حينما فشل وانكشف أمام المجتمع أو أمام الناس بدأوا يستخدمون هذه الأساليب، الطعن بشرف النساء. طيب أستاذ قصي، يعني لما هذا التخوف؟ لماذا برأيكم يعني يتخوفون من مشاركة المرأة العراقية في التظاهرات وفي الثورة؟
أخي الفاضل، ضخ دماء جديدة في العراق يتخوفون منه. المرأة العراقية أعطت عزم وديمومة إلى التظاهرات، وقفت بجانب الأخ، بجانب الزوج، بجانب الزميل، الطالبة، المهندسة، الدكتورة، الفلاحة، ربة البيت. ها خرجت تؤازر الشاب العراقي والرجل العراقي من أجل هذا التغيير. فإذا خرجت المرأة وهي نصف المجتمع سيكون الأمر جدا صعب. هم أيقنوا بأنهم لا بقاء لهم في العراق، وبأن أيامهم أصبحت معدودة. فالتخوف من المرأة، المرأة تعطي عزيمة في المعركة، هذه معركة ومعترك ساحة التظاهر، فهم يتخوفون من هذه الأمور لأنهم لا يمتلكون لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، وأيضا ليس لهم جذور في المجتمع العراقي. جذورهم استمدوها من خلال الباطش والقتل والسلب والنهب والتدمير وسياسة القمع والاغتيالات. فحينما يخرج شخص يمتلك عقيدة أو يمتلك فكر أو يمتلك قناعة من أجل العراق لا يخسر شيء. فحينما تكون المرأة جنبا لجنب مع الرجل يكون الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة إليه. هنالك لافتة رفعت من قبل إحدى الطالبات، أعتقد بأنها قد التواصل الاجتماعي والفضائيات، كتب عليها بأننا لم نخف من القناص، فهل نخاف من العصي؟ ها بمعنى الرسالة واضحة لمقتضى الصدر. هذه امرأة توجه رسالة تقول لها احنا ما نخاف من الرصاص، فكيف بنا ان نخاف من العصي واتباع القبعات الزرق؟ طيب استاذ قصي، يعني انت ذكرت التظاهرة التي دعا اليها مقتضى الصدر اليوم وانهم اتوا بهم من العشوائيات، ووصفت هذه التظاهرة بانها هزيلة، لكن ناشطون عراقيون اكدوا ان هذه الاستجابة لدعوة مقتدى الصدر بخصوص خروج تظاهرات نسوية بناء على دعوته كانت ضئيلة جدا بشكل كبير مقارنة مع حجم التظاهرات النسوية التي خرجت في بغداد والمحافظات نصرة لثورة تشرين. يعني هل هذا يعتبر فشل آخر لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تعبئة الشارع الموالي له؟ نعم أخي، الانشقاقات هي الآن حتى في التيار مقتدى الصدر. التفكك وصل إلى بيت مقتدى الصدر، إلى بيت هذا التيار. مقتدى الصدر أصبح مكشوف بأنه عميل إلى إيران، بأنه جندي لخامنئي، بأنه لا يمتلك، والدليل بأنه جالس في قم ويتكلم بأن لا نريد تدخل لا شرقي ولا غربي. يا أخي أنت وين جالس وتغرد وانت تطالب الناس بأن لا يكون لها ولا إلا للعراق؟ أين أنت؟ أنت في إيران، لماذا لا تأتي إلى العراق وتتكلم؟ لماذا لا تخرج على الفضائيات ويكون لك لقاء مباشر على العلن لكي نفهم ماذا تريد؟ مقتدى الصدر هو رجل التناقضات، لماذا؟ لأنه لا يمتلك الوطنية، لو كان وطني لمسنا فيه فكر عراقي، فكر خالص ينبع عن أفكار مقتدى الصدر، لكن مقتدى الصدر توجهه هو توجه لغير العراق، حاله حال أي إنسان لا يعمل لهذا البلد. فأعتقد بأن الانشقاقات وصلت في تياره، انكشفت اللعبة، زال القناع عن مقتدى الصدر، وضحت الأمور الآن، زالت الضبابية عن شخصية مقتدى الصدر وعن ذلك المصلح الذي هو ينادي بالإصلاح، ينادي بالإصلاح وهو مشارك بعملية سياسية طيلة 17 سنة، ينادي بالإصلاح وينادي بالتغيير ولديه أكثر من 50 برلماني ووزراء ومحافظين ومدراء عامون، فكيف بك أنت تنادي بهذا الإصلاح وأنت مشارك بهذه العملية السياسية؟ أنت مشارك في كل السلبيات، سواء كانت هدر للمال العام، سرقة، قمع إلى آخره. والدليل بأنه كانت التظاهرات خير دليل على انكشاف حينما دخلت القبعات الزرق وقتلت المتظاهرين، لكن نحن نناشد من منبر الرافدين، نناشد المجتمع الدولي أن تكون له وقفة جادة وأن يحترم الإرادة العراقية الخالصة المتمثلة بهؤلاء الشباب في سوح التظاهر، بأن يكون هنالك حماية دولية نطلق إلى المتظاهرين، والقمع هو على مرمى ومسمع العالم، ونطالب الأمم المتحدة ونظمات المجتمع المدني وإضافة إلى الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا جادا حازما تجاه الانتهاكات والقمع الذي يتعرض له المتظاهر. نعم، الكاتب والصحفي قصي البغدادي كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك.